المنتخب هذا تحت مجموعه شويه صعيبه ماشي سهله. تقدر تكون شي حاجه كره هذه ما تعرفش شنو كاين بالنسبه اللاعبين المنتخب ديالنا تقريبا كلهم تيلعبوا في اوروبا دونك زعما كنظن مع البرتغال واسبانيا نقدر نربحهم علاش لا حيت كاع كيلعبوا في البطوله الاوروبيه كاملين وكنظن تكون مفاجاه ان شاء الله علاش لا الكره طلعت مزيانه شي اللي كنتمنى ان شاء الله ما يحاشمناش كنتمنى التوفيق ان شاء الله كنظن ان المنتخب وقع صعيبه شويه كانت البرتغال واسبانيا والخطوط ديالها واخا ضعيفه ماشي منعدمه وكما كان الحال حنا كنشجعوا المنتخب الوطني وما كرهناش يزيدوا القدام وحيت قالوا الدور الثاني ان شاء الله. بالنسبه للمجموعه مجموعه صعيبه شويه على المنتخب المغربي بحكم انه مده طويله وخاف عليها المشاركه ديال كاس العالم مي اهم حاجه هي المشاركه وكنتمنى ليه التوفيق وكنتمنى يدور جزء الدور الثاني على حسب يعني المنتخب ديالنا باللي واثقين فيه وعلى حسب يعني يقدروا يلعبوا مع اوروبا اكثر من يلعبوا مع افريقيا ولا شي حاجه يعني نعتمدوا عليه في شي حاجه يعني واخا اسبانيا صعيبه شويه البرتغال صعيبه ولكن في يد الله ما عندك ما زال نتمنى له عين خير وان شاء الله يوم الاخير ان شاء الله نقدروا نعملوا شي حاجه فهمت اخي اما اسبانيا والبرتغال صعيبه ولا شي حاجه مشيتي رونالدو شنو عملوا في التلفازه هو غير شاف الكره اللي طاح فيها الخواص خاصه او لا كاينه هاد النظره ولا ما كايناش ايوا نطلبوا ان شاء الله نعملوا شي حاجه خاوه نفوزوا حتى حنايا شحال هادي ما تاهلنا حتى حنايا خاونا هاد المونديال تو وان شاء الله كل شيء مع تيسير الله سبحانه وتعالى يعني احنا عندنا منتخب مضخم على الدريد اوروبا ان شاء الله يكون شي حاجه ربي معنا ان شاء الله طلعه سهله وصغيره في السوا لان البرتغال سبقنا تصلنا عليهم في 1986 ايران منتخب عربي اسلامي كاين واحد السقر في اللعب اسبانيا فعلا كانوا خوفين منا هما لا المدرب ولا ولكن اسبانيا بفضل الله راه اللاعبين كيلعبوا تما بزاف ديال اللاعبين المغاربه كيلعبوا في اسبانيا غتكون واحد القتاليه مع اسبان صار واحد المره لا خويا اخي كتبان لي متناول سيما منتخب كيلعب مع كيب سكوارين كيزيد كيبانوا فيه بحال اللي يقولوا كيرجع فيهم جوج في الملاعب فهمت ان شاء الله تقدر تكون شي حاجه المنتخب عندهم الكره هذا العام ويمكن لهم يتوجوا هذا المجموعه رونالدو ما عنده ما يمل مع بن عطيه ما تقابلوش بن عطيه يبقى في الملعب المجموعه قاصحه اكيد قاصحه ما تقولوش على الله انا تمنيتهم يجيو مع فرنسا كوميم كنا نجيبو روحنا مع فرنسا راه نفس الكره نفس الثقافيه بحال ولكن دوماج غالب الله هذه هي الكره شحال انا كنظن اذا بهذا المستوى اللي كيلعبوا اذا استمروا عليه غنتجاوزوا ماشي غير الدور الثاني يمكن نوصلوا حتى النصف الى كثر والله اعلم نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله لا ما نقدرش يقدر ايران يقدروا شي حاجه اخرى موحد على اعلم ولا لا على الله كره الناس نتمنى ان شاء الله يكون تكون خير وصافي والمهم في الاخر المهم المشاركه نتمنى والله يعني كافحوا يكونوا رجال معنا وحنايا معاهم ساندين ومع وسانديك معاهم في الكره صعيبه خير اسبانيا قويه البرتغال قويه حنا عندنا كيف ان شاء الله يكون خير واحد موافق المنتخب المغربي ديما مغاربه ديما روسيا خمس سنين وانا كانتو جو مات ثانيين هاتي ايران فيتنا ايران كلها في الكور طويله حنا كره في الارض دفاع ما خلاص كل شيء حال ان شاء الله ايران نحاولوا نجيبوا 3 مع ايران تعادل مع هادي وهادي وحنا زدنا حنا التاريخ كومي نرجعوا بعزنا الطياره الاولى ان شاء الله غادي يجوا فيها ماشي كنطيحوا بالبلاد ولا شي حاجه حيت عارفينهم فهمتيني عارفين ما كيلعبوش يعني ما كيلعبوش بالدم فهمتي كيلعبوش غير الرايحه اللي كنقولوا بقينا 9 الدار الاول الطياره الاولى غادي يجيبوا الباكاج ديالهم